وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. شيخ السلام عليك شيخ، هل يمكن أن تكون ليلة القدر في الأشباع شيخ؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال إنها في الأوتار، نحن نعلم أنها في الأوتار لكن ما يدرينا ما الأوتار. أولا السلف اختلفوا في حساب الأوتار، هل هو باعتبار الليلة الأولى أو باعتبار الثلاثين؟ فبعض السلف يبدأ عد الأوتار من الثلاثين ثم ينزل، وهذا يعتبر عندنا شفعا، وبعض السلف يعتبرها من أول ليلة فينعكس الأمر. ثم دخول الشهر على الظن وليس على اليقين، فقد تكون الليلة عندنا شفعا شرعا لكنها في الحقيقة وتر، وقد تكون الليلة شرعا عندنا بحسب الحساب الشرعي وترا ولكنها في الحقيقة شفع. ولذلك نحن نعلم أنها في الوتر وليست في الأشفاع، لكن هل نترك الأشفاع؟ نقول ما نترك، لأن الذي أخبرنا بأنها في الوتر ما ترك الأشفاع، ولأن لا نعلم حقيقة الوتر والشفع فنجتهد في العشر كلها.